ارجع مع اسلام، التوزيعه خطيره، بابا جول خطيره وجول لمنتخب تنزانيا عند الدقيقه 43. لعبه من اروع ما يكون، دفاع جزائري وفريق جزائري يجري خلف الكره. اذا كان يجري خلف الكره اليوم المنتخب الجزائري ليس هو المنتخب الذي نعرفه بهذه السيطره المطلقه لعناصر منتخب تنزانيا. وهذا الهدف المتميز والممتاز اللي سجلوه اللاعبين التنزانيين ببراعه. منتخب جزائري لم يقدر على صناعه الفارق في الخط الامامي. شوف وضعيه المساهمين المدافعين، وينك يا مجاني، وينك يا مندي، وينك يا دفاع الجزائر، وينك يا فوزي، خرج وحده حطها بالراس، افتح مجال التسجيل. اللاعب ماغوري الياس لصالح منتخب تنزانيا. ترتيب البيت وتنظيم الصفوف، والكره تسترجع من هناك من مجاني في الخط الخلفي. طويله الكره من مجاني ناحيه اسلام. قتلنا فقط الكرات هكذا الطويله العاليه، مش ما زال الدفاع متفكك شويه. كره صعبه وصمتيت وغلو با 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 جول. او با 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 جول. صمت يفعل ما يشاء بدفاع المنتخب الجزائري، صمت يعبث بدفاع المنتخب الجزائري، صمت الصامت يضيف هدف ثاني لمنتخب تنزانيا امام دفاع يتفرج، امام اداء غريب للمنتخب الجزائري في هذه المباراه، امام دفاع غريب لمنتخب الجزائري في هذه المباراه. فعلها صمت وسجل هدف ثاني لمنتخب تنزانيا، هو هدف الثامن له في مشواره مع المنتخب التنزاني. 2-0 بعد 10 دقائق لعب منذ انطلاقه الشوط الثاني. قلنا بأن المهمة صعبة، وقلنا بأن المباراة صعبة، وقلنا لك يا غوركيوش بأن إدارة والإشراف على منتخب من حجم الجزائر ليس كما إشراف على نادي فرنسي. وقلنا بأن هوية لعب لا نجدها بهذا الشكل. يا مندي أنت تقريبا مش عارف مندي، وكأنه شوف 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 لا 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 لا، مراوغة واحدة وجد نفسه وحده وجها لوجه أمام رئيس وهاب مبوح. ثلاث لمسات راوغ، دخل لمسه اولى، ثانيه، ثالثه، حطها في الشباك. المنتخب الجزائري يسجل هدف في هذه المباراه، لازم عليه يسجل هدف. وليد مسلوب يرفعها في القائمه الثانيه ويستاب سيباني. جول 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 للمنتخب الجزائري، وزنه من ذهب يا اسلام. جول للمنتخب الجزائري، وزنه من ذهب يا اسلام. وليد لعب مباراة ولعب كرة ممتازة في اتجاه اسلام، خرج في القائمة الثاني، اعادنا اعادنا للمشوار من بعيد اسلام. 2-0 قلت لكم كثيرة، و3-0 كان ممكن تكون كثيرة. 2-1 نتيجة طيبة في الظروف اللي مرت اسلام لم يكن متسللا. سيذكر التاريخ بأن إسلام أنقذ الجزائر اليوم. نعم أنقذهم بتسجيله لهذا الهدف أمام منتخب تنزانيا في ظروف من أصعب ما يكون، ظروف صعبة صعبة صعبة. لا لوم لك كثيرا. فوزي غلام من هناك بالراس، تنزانيا الكرة، نبيل بن طالب ممكن تساعد فوزي. نبيل بن طالب، مرت الكرة، مر الكرة يواصل. صمت وبين أحضان الرئيس، صمت وبين أحضان الرئيس، غطى الكرة كما ينبغي، غطى المرمى كما ينبغي. نبيل بن طلف في الأرض يا نبيل، ليس كرة عالية هكذا بعيدة، تلعب على الجهة اليمنى لرياض محرز. رياض مع إسلام، روح يا رياض، زيد يا رياض، راح إسلام، وصلته إسلام، أوش بتسلل إسلام، إسلام يراوغ، وجول 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 إسلام، جول 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 جول. سيشهد التاريخ يا إسلام بأنك أنقذتهم في أصعب الظروف. راح رياض، دخل إسلام، جول إسلام، جول 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 جول. عدنا من بعيد، المنتخب الجزائري يعود من بعيد بفضل رياض وإسلام. جول ثاني غير متوقع تماما من شاهد الشوط الثاني وعاد، وقلنا له بأننا عدلنا النتيجة لا يصدق. 2-2 صارت النتيجة، المنتخب الجزائري بالنفس الطويل. رياض محرز توغل.